مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قصة إيمان 26 سنة. ملف غريب كل مرة كنكتشفوا فيه مفاجآت. مشاهدينا الكرام، احترام الرأي العام بشكل كبير اللي ما تبعش القصة، وبشكل مختصر غنحاول ما أمكن أن نلخصها. إيمان 26 سنة، الأم ديالها قبل ما توفى بثلاث أيام قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. تغيرت عند الدنيا لما هو أسوأ، ما كانتش عارفة. وضعت معنا الفيديو من أجل أنها تبحث عن الأم البيولوجية. هذا بقى عندها عائق كبير وشي حاجة اللي كتأثر لها في راسها، بغات تعرف أمها بشكل مبسط. بجينا معها الحوار، مشكورين المغاربة بشكل كبير، كان لهم دور كبير باش نوصلوا لمجموعة من النقط اللي غنتكلم عليها الآن. هاد الأم قبل ما توفى عطتها سر، قالت لها السر كاين عند حافظة ومحجوبة. قدرنا نوصلوا المحجوبة، المحجوبة عطتنا مجموعة من النقط اللي شيئا ما شح في المعلومة، يعني معلومات قلال، ولكن بقى عندنا الجانب الثاني هو حافظة. غادي يجوا جوج عيالات، غتبان الأولى سميتها فاطمة، غتقول لك الشبه يمكن أنا هي الأم ديال إيمان بحكم تنعطيت في ثلاث أيام اللي ولدت، وتا هي في سنة 1996 أو 97. شفنا فاطمة، وضعنا الفيديو، تفاعل المغاربة مع القصة مشكورين، وصلوها للابنة ديالها وقال أنت ماشي الأم ديال إيمان. سالينا الموضوع ديال فاطمة. من بعد كتجينا إنسانة أخرى اللي هي فاتحة. فاتحة كما تبعوا المغاربة تناولنا معها القصة. المغاربة مجهود كبير داروه، تواصلوا معها وتواصلوا مع إيمان وعطاوها خيوط باش توصل الحافظة ديال الدار البيضاء. وصلت الحافظة ديال الدار البيضاء، عطاتها أسماء، من هذيك الأسماء بنت الابنة ديالها اللي هي ابتسام. هنا سدينا الموضوع فيما يخص فاتحة وفاطمة، عرفوا بناتهم اللهم بارك. بقى عندنا الإطار الثاني ديال القاعدة اللي هي إيمان، كي إيمان كتب الله عز وجل هي السبب باش هاد الناس عرفوا بناتهم. هنا كنهيئوا في أمور أخرى اللي كتعلق بحافظة ديال آسفي، لأنه حافظة ديال آسفي هي اللي عندها معلومات على الموضوعية ومحجوبة. هاد الناس اللي كانوا شاكين بانه ايمان تكون بنتهم حتى هما كان عندهم موضوع حافظات، غير كاين حافظه ديال الدار البيضاء وكاين ديال اسفي. ديال اسفي هي موضوع النقاش الان فيما يخص اسرار ايمان، وكما كتقول ايمان العلبه السوداء او الصندوق الاسود. هنا بقينا في الاطار ديال ايمان، الوضع الصحي ديالها كنتبعوه، ريتما تكون بخير وعلى خير، وغنتبعوا الاجراءات كما تبعوا معنا عدد كبير من المغاربه. اليوم تنتفاجئ بامور انا غادي نقولها الخيال العلمي. كتصل بيا شيماء. شكون هي شيماء؟ شيماء هي الابنة ديال فاتحة. فاتحة مع مرة قالت لنا عندي جوج بنات، قالت لك عندي ابتسام، وهاد الشابة عطاها الله سبحانه وتعالى الذكاء. ملي وصلت ل 16 سنة بدات كتنضج، اكتشفت بان الوالد ديالها مربينا ما تيولدوش وهي تواجهه. قولوا لي شكون هي امي؟ تما الام ديالها وهي تقول لها كل شيء. شكون هي امي يا فاتحة؟ كيفاش تبعوا معايا؟ غادي تعاودي ليا من 16 عام. تما تاكدتي بانه ماماك وباباك اللي ربوك ما تيولدوش، وانت الطالبه ونقول لك الحقيقه. غادي تعاودي ليا ماما قالت لك كل شيء، يلا عاودي لي. السلام عليكم، معكم شيماء. اكتشاف ديالي فاش اكتشفت بانني متبنيه عندي 16 عام. مهم، انا نهار عرفت قالت لي ماما، شدتني ماما قالت لي شوفي بنيتي انا راه مربياك، واحد صاحبتي جابتك ليا. المهم منين عرفت انا راسي متبنيه، راك عارف اي واحد تيكون في سن المراهقه وبزاف الحوايج كيبغي يعرف لي ديتاي ديالو، كيبغي يعرف الامور ديالو. صافي انا قلت لها وريني الام ديالي، قالت لي واخا. منين قالت لي ماما انا راه عندي فوتوكوبيت لا كارت ناسيونال، نهار تنازلت عليك دارت لينا تنازل، مك راه متنازل عليك. عطاتني لا كارت ناسيونال، قريت سميه فاتحه، مشات قلبت عليها ماما، لقاتها ماما، جات عند ماما وقالت لها، قالت لها شوفي انا راه بنتك بغات تعرفك، بغات تعرف الحقيقه، بغات تعرفك. قالت لها انا ما عندي ما ندير بيها، قالت لها انا ما عندي ما ندير بها. قالت لها ماما انا ما نعطيهاش لك، واخا تكون انت باغا ما نعطيهاش لك. المهم انا كنت هذيك الساعه في دار بنت خالتي، جابت عندي الام ديالي وفاتحه،
فاش جاو عندي عن قاتني فاتحة اللي هي الام ديال اللي والداني، عن قاتني وقالت لي زعما كاين الغلط كيوقع وسمحي ليا سمحي ليا وبدات كتعاود لي وقالت لي انا الاب ديالك ما عارفاش. وديك الساعة فاش جات لعندي قالت لي انا راه ما والداش عليا، زعما كان ما عنديش اختك ما عنديش ما عندكش خوتك، المهم هذه هي الحقيقه اللي بغيتي تعرفيها. ومشات ماما بقات عندها النيمورو ديالها، منين بقات عندها النيمورو ديالها قالت لها انت شوفي الا بغيتي تبقاي تعيطي تسولي على بنتك بقاي تعيطي تسولي على بنتك. عيطت شي ثلاثه المرات، وهاديك الساعة أنايا كان عندي واحد المشكل صغير في ودنيا، درت أوبيراسيون وقالت لها ماما راه غادي تفتح، ومعيطات سولات عليا، وبما أنها كانت ساكنة قريبة عليا وكدوز على دارنا وكلشي، وأنا هاديك الساعة كنت فاتحة وبحال هكاك كنت كنطلب الفاسمون ديالي وكلشي، كنت كنطلب من السرجم ديالنا، وبانت ليا جاية وهزات فيا راسها فاتحة، هزات فيا راسها وشافتني وعودت مشات. هذيك هي اخر مره غادي نشوفها. هنا غتعاودي ليا ماما النهار الاول كيفاش خداتك من عندها صافي؟ النهار الاول كيفاش جيت عند الام ديالي المتبنياني، هي انني صاحبه الام ديالي جابتني ليها قالت لها شوف يا فلانه راه جبت لك هاد الطريبيه اللي بغيتي تربيها. قال ماما فرحت عليها شداتني ما نعاودش لك داكشي اللي دارت عليا، المهم كانت فرحانه بيا. دازت واحد 3 جوغ بحال هكاك عاودت رجعت عند صديقه الام ديالي اللي مربياني، رجعت عندها وقالت لها شوفي يا فلانه انا راه جيت ناخذ من عندك الدريه، راه الام اللي ولداتها راه شدوا لها لاكارت في السبيطار، شدوها لها البوليس، دونك خاصها تدي مع الدرية وتمشي للبوليس. ماما تلاقت مع الام ديالي ديك الساعة اللي اول مرة غادي تشوف فاتحة، اللي اول مرة غادي تشوف فاتحة، مشات مع سبيطار سيدي عثمان، ملي مشات معاهم قالت لها كارت ناسيونال ديالها داوها ليها، داوها لها البوليس. صدقات ماما مشات معها حتى الكوميسارية وشافتها دخلات بيا، المهم دخلت انا وفاتحه الكوميساريه. اش نقول لك، واحد 8 ايام عاد جابتني الام ديالي، الام اللي هي مربياني دابا بيان سو. منين جابتني صافي جابتني ومشات ثاني، جابتني وعطاتني الام ديالي اللي مربياني ومشات ثاني. سيري وتولت عندي 5 شهور هذيك الساعه. حافظة اللي كدوي عليها هي حافظة بنت درب الطلبة اللي كان الموضوع ديالنا، بأنها كانت صديقة ديالها وحدة من بناتها كتقرا مع بنت خالتي، وكانت تشوفني هذيك الساعة وشافتني تا حافظة، واتفقت هي والصديقة ديالها باش ياخذوني ويعطوني العائلة الأخرى شي عائلة أخرى. جات حافظة عند ماما قالت لها شوفي فلانه راه الموت شيماء راه بغاتها، راه بغات ترجع بنتها. ماما قالت لها ويلي انا عطاتها ليه في الاخر بغات ترجع ليها. نات ماما بقات كتبكي، جا بابا في العشيه غد لي بابا الصباح عند ديك حفيظه، دق عليها مشى عندها دق عليها قال لها السلام عليكم، قالت لي المهم قال لها شوفي اش نقول لك جوج كلمات، انا حضري لي موت الدريه، قال لها حضري لي موت الدريه. قالت لي واخا. مورا يومين تمت جياد فاتحه جات عند الاب ديالي قال لها شوفي انا نقول لك جوج كلمات، بغيتي بنتك ديها، ها هي بغيتي بنتك ديها، عطيني القدر اللي خسرت عليها وداويتها وتولت بخير عطيه ليا. هذيك الساعه الا بغيتي بنتك ديها، قالت لي لا شكون قال لك انا بغيتها، انا ما بغيتهاش. وقول لها صافي ما بغيتيهاش غتنازلي عليها. ايوا ولكن قال لها راه حافظه اللي جات كتسول عليها جات نيابه عنك انت.
قال لها حفيظه، قال لها راه حفيظه اش بغات دير اش بغات دير، قالت لي انا ما في خباريش، انا هادشي كامل والله ما في خباري. يعني حفيظه فاتحه كانت معوده ليها، خدات هاد المعلومات من عند فاتحه ومشات لعندكم نتوما للدار وبغات تاخذك انت بلا ما تشاور مع فاتحه لا والو، تعطيك الناس اخرين. ها المعقول سير على الله. مانينا قالت لي انا ما في خباريش، قالت لي انا ما في خباري حتى حاجه من هذا الشيء اللي كتقول فيه. قال لها انت دابا ما في خبارك والو، انت ما بغيتيش هاد البنيه، غادي تنازلي عليها، غادي تنازلي عليها صافي. غادي تنازلي عليها. قالت لي واخا، درت معاه النهار فلان فلاني ومشات. مني مشات قال لها بابا كان تيقول محاله ترجع، جات نهار فلان فلاني اللي درت معاه فيه، جات مشاو عند العدولات، عند العدول هذيك الساعه مشاو للعدول ديال الحبوس، ما بغاوش، خافوا من هادشي. ابخي مشاو شي عدول واقيلا في بورغون، صافي داروا لي تنازل هذيك الساعه. وكيفاش تبقى عند ماما لاكارت، فوتوكوبيت لاكارت ديالها، بانها كاع ما كانت دايره فوتوكوبيت لاكارت ناسيونال، وماما منين بغات تمشي دير فوتوكوبيت لاكارت ناسيونال هي اللي مشات عطاتها لاكارت ديالها، وماما مشات دير فوتوكوبي. ماما اللي مربياني، ملي مشات دير فوتوكوبي دارت وحده زايده على داكشي اللي طالبين العدول وخلاتها عندها. صافي هادشي اللي كاين. ومني رجعنا للدار وهي تقول لها ماما شوفي انا راه ما نحرمكش من بنتك، لا بغيتي تبقي تجي عندها وتعرفك زعما كاين، بقي تجي عندها، انا راه ما منعكش من بنتك. صافي منين قالت لها بحال هكا ماما، ولات كتجي مره في 15 يوم، مره في شهر، مره في شهر. حال المده ديال فهاديك، كانت هذيك الساعه كانت عندي 5 شهور هذيك الساعه، المهم بقات تجي عندي حتى كملت عام. واحد فاش كملت عام جات عندي، وماما قاتني الام ديالي اللي مربياني شاداني وقالت لها مالها، قالت لها راه مريضه، واش عندكم شي واحد مريض بالضيقه في العائله؟ قالت لها لا، ما عندنا حتى واحد مريض بالضيقه في العائله. ويتقول لها راه مريضه بزاف، ويتقول لها بسلامه. مشات من تما، ما بقيت شافتها ماما. علاش كتسول علاش كل مريض بالضيقه؟ علاش الام ديالي كتسولها زعما كان واش يكون هادشي وراثي؟ هادشي علاش سولاتها؟ هادشي اللي يعني هنا انت عرفتي بانه فاتحه، وحتى في الوثائق اللي شفنا انه الام ديالك. شنو الحاجه اللي همك انت دابا اكثر في الموضوع؟ انا الحاجه اللي همني فاش تفرجت في لي فيديو ديالكم، بانني في الاول كنت متردده، وفي الاول كنقول واش هي ما هيش هي ما مني. سولت على الكنيه وعرفتها هي، بغيت نواجهها بان ديك السيده كتكذب. علاش تقول عندها بنت وحده وهي راه والده جوج بنات؟ دابا ابتسام اختك. ابتسام اختي فوالا. علاش تكذب؟ انا كنعرف واحد اللي بغى يصفي نيته مع ربي، كي خاصو يصفي خواطرو هو الاول ويتسامح، فهمتي ولا لا؟ يتسامح مع الانسان ويقول لك سمحي لي، ربما كون ظهرت بالحقيقه ربما نقدروا نحنوا عليها احنا بجوج، ما تعرف، راه الله اعلم. مي هي غادا في الكذوب، علاش انسان كيكذب بحال هكا؟ هادشي انا اللي شجعني باش نطلع نقول باللي راه هي كتكذب في هذا الموضوع. هادشي وكاملين كنقولوا حنا، باقي هي كانت باقا صغيره، والله يغفر لها الغلط. واحد الكلمه قلتيها لي قبيله قبل التصوير، انا انبهرت في القصه، قلتي لي انا ضرني هادشي وفرحت الحاجه، انه انا ما عندي لا خوت لا خواتات، كنتخيل ابتسام عرفت اختي وانا ما عمري شفتها. هذاك الشيء اللي كاين. انا حقاش الموضوع ديال ابتسام فاش سمعتو ما نكذبش عليك، ما نعسش كنقول يا عندي اختي، وانا مع كنت نتمنى يكون عندي خويا، كنت نتمنى يكون عندي اخوت. بالكذوب بزاف هادشي اللي نقول لك، كنت نتمنى بلي تكون عندي اختي، ما نكذبش عليك. وانا فاش عرفت انا عندي اختي ما نعش كنت نقول واش كتشبه ليا، واش بحالي، كي عاشت، كي الظروف ديالها، يعني بحال هكا. واخا هي ربا وعائله اخرى، وحنا انا عائله اخرى، من الحمد لله هذه قدر الدنيا.
هذا هو قدر الدنيا، كل واحد تفرق. مي دابا كنتمنى انني نعرفها بيان سوغ، الا بغات من حقها، الا بغات نتعرف عليها، هادشي اللي نقدر نقول. مشاهدينا الكرام، ما والله العظيم حتى واحد ما كان كيتوقع نوصلوا لهاد الابعاد. انا تجي راه اليوم وهاد الحقائق اليوم وهادشي اللي كتشوفوا راه اليوم، الله سبحانه وتعالى الحقيقه غتبان غتبان، اسباب مسببات كيفاش الاسباب تختلف، والغايه واحده هو الحقيقه. شاد الشاب 26 سنه نوب الاخلاق ديالها، المستوى الراقي باش كتكلم، وتبارك الله قرات وكتخدم مزيان، والله يرحمني الوالدين هذا الرجل وهذه الام اللي ما هرسوهاش. والام شجعتها قالت لها تناولي الموضوع وقولي الحقيقه، قالت لها الدنيا فايته. انا السؤال كان وجهه الفاتحه، خدينا معك القاعده وربي شاهد علينا، ونبحثوا على واش انت هي الام ديال الايمان من بعد مجهود كبير ديال المغاربه اللي وصلوك الحافظه، حافظه عطاتك اسماء من الاسماء، بانت الحقيقه، بانت الامور. وكان عندي معك سؤال قبل من التصوير، يعني في الكواليس وحتى في التصوير، رجعوا الفيديوهات، واش هذه الابنه اللي عندك؟ قلت هي اللي عندي. دابا ابتسام بهالطريق بانت لك بنتك، وهذه نكرتيها، اسباب ومسببات علاش الله عز وجل الذي يعلمه في الصدور. انا ما عرفتش الداخل ديالك كيدير وكيفاش. وبين قوسين غادي نشير واحد النقطه مهمه في الموضوع، انه في اخر الكلام ديالي مع فاتحه في الفيديو، فاش قالت لي الرساله اللي بغيت نقول لابتسام، نقول لها راه كيما درتي معنا غادي يديروا لك ولادك، هذا كاع حقد دفين عندك انت. انا نموذج شيماء من اروع واجمل وافضل الحوارات اللي سمعت، طريقة التناسق في الكلام، والأم ديالها اللي رباتها الله يسترها، وكذلك الأب ديالها اللي له من الذكاء ما يكفي. اسمع الحافظة، وهاد حافظة بين قوسين، ما بغيتش ندخل في الأحكام، ولكن الرسالة واضحة نيابة عن الطرف الثاني. أجي أعطيني باش نعطي الناس أخرين، هذه أمور واضحة. هنا سؤال، الذكاء اللي وظف هاد السيدة هذه اللي سمحتوا لي قبل ما نعطي السؤال كان ذكي، قال لهم اعطيني المعنيه بالامر باش يتاكد واش فهاد فاتحه هي اللي باغا بنتها، ولا هادشي فيه البيع والشراء. وهنا غادي تبان الامور، هاي تبارك الله كبرات. نفترض ان قلتي الحقيقه كما فاطمه النهار الاول قلتي عندي جوج بنات، عاد تقدري تلقيها بصدر رحب، والله العظيم ما عندهاش الاشكال. قالت لك انا الطريقه باش نكرتني بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت فرحانه انه كتسمع كاين اسم ديال الاخت ديالها اللي هي ابتسام. وليت نوير رأي العام أكثر في الموضوع، هادي 26 سنة وابتسام 28 سنة، يعني ابتسام تزات هي الأولى عاد من موراها شيماء، والشكر الجزيل لهاد العائلة. ملف إيمان 26 سنة خرج لينا العجب، وحتى لا أنسى الشكر الجزيل مرة أخرى اليوتيوبر فاطمة العسكري لطريقة سرد القصة ديالها والمستوى العالي اللي حللت في الموضوع، وهي على تتبع الملف بطبيعة الحال حتى نعرفوا الحقيقة ديال إيمان. إيمان النية الصادقة ديالها كتخدم وكتبحث، واللي تواصل معها كتوصل الرسالة. ممكن ان تقول لك هذا الموضوع ما تيهمنيش وما توصلش الرساله، ولكن ذاك النبل الاخلاق ديالها اللي خلى لا فاطمه تعرف بنتها ولا فاتحه لقات الابنه الاولى، ومن الدعم المغاربه، وهذا الشاب اللي شافت الفيديو وتطبيع الاتصال بشكل مباشر، وهي الان هي حدايا وكتقول لي انا الابنه ديال فاتحه التي تنكرت لي. لماذا؟ هذا هو السؤال. والله العظيم انا انبهرت في هذه القصه، هاد الملف هذا تيخرج قصة إيمان غادي كتجيب لنا العجب، وكنتفاجئ كل مرة كنلقاو تطورات، كل مرة تلقاو أمور أخرى. الكلمة اللي بغيتك تقولي لأختك ابتسام، ما هو إنساني؟ يعني الطريقة باش تناولتي القصة والله العظيم، لكن من الأخلاق تبارك الله ما يكفي، ما كتسئل حتى واحد، واخا الأمور مغاربة فاهمين. الرسالة اللي بغيت تقولي ابتسام اللي هي أختك، ما عندك تاختك أنت، ما عندك خوك. كنبغي نقول لها كنتمنى نشوفك وما يأثرش عليك الفيديو اللي دارت، باش بقات تقول زعما كان كيف ما داروا ليها يديروا ليها الولاده. كنقول لها ما ديريش في قلبك وكملي حياتك كيف ما انتي، ما تأثر فيك حتى كلمه، وكنتمنى نتلاقى بك وكنتمنى نشوفك.
شكرا لك، الله يحفظك، وغادي نتبع معك ان شاء الله مشاهدين الكرام للتواصل اكثر في حيثيات القضيه وحتى في المقربين. غادي نوضع رقم الهاتف ديال شيماء وبين قوسين نسخه من بطاقه التعريف الوطني اللي كنا تسلمنا في الموضوع من الطبيعي جدا ديال الفاتحه، هي بالحوزه ديالها نفسها، غير في هذاك العهد كان داك لاكارت ناسيونال القديمه ديك الكبيره كوبي كولي لاكارت ناسيونال، نفس الارقام نفس كل شيء ومعطيات وداك الشيء انجليزي والاب ديالها ضابط الامور. انما نعترف بوحده وحده نكره، علاش؟ مع ايمان نفس القاعدة، نبحث على الأصل والله سبحانه وتعالى كتب لك تكوني سبب والدعم للمغاربة معاك، لقيتي للناس كل واحد عرفها. هي دابا شيماء ولات عندها أختها اللي هي من نفس الأم، رغم أن الأم موضوع النقاش. كيفاش كتشوفي هذه الأمور؟ أنا نهار من عرفتها تصدمت، فاش درات معايا فاطمة الزهراء العسكري، فاش من تلح الفيديو تكلمت معها شيماء ودوات معايا انايا، قالت لي ايمان واش فاتحه واش عندها بنت اخرى؟ قلت لها لا، قلت لها من غير ابتسام، قالت لي لا ايمان عندي الدلائل بانها راها عندها بنت اخرى. انا في هذيك الوقيته بقيت مصدومه، قلت لها ما يمكنش، قالت لي اه، قلت لها ولكن علاش؟ قلت لها علاش هاد الغموض؟ علاش علاش نكرات بنتها؟ قالت لي ما عرفتش، قالت لي الحاجه الوحيده ايمان، قالت لي حيت انتيا عيطت لك ابتسام، قلت لها اه عيطت ليا، قالت لي شوف ايمان، قالت لي الحاجه الوحيده اللي غديري هي انك غتشوفي النمره اللي عيطت لك منها ابتسام وغدوي مع ابتسام، قول لها راه كاينه اختك. هذاك الشيء اللي درت، صوني تلقيت التليفون من داك النهار اللي دوات معايا فاطمة الزهراء، وانا كنصوني كنلقى التليفون مطفي ما كتجاوبنيش، طافيه التليفون. من قبيله دوات معايا شيماء، اول مره قالت كما قالت لي شيماء، قالت لي انها كانت صوناش عليا وانا ما جاوبتهاش في التليفون. من بعد قبيله صوناش عليا جاوبتها، بقينا شحال وانا كندوي معاها، بقيت اللي عاودت لي القصه من الاول حتى الاخر. ما تصدمنا لا انا لا خالتي بزاف، علاش؟ شكون هي هاد الام اللي غادي علاش زعما قالت عندي بنت وحده واعترفت بابتسام وما اعترفتش بشيماء؟ انا نعطيك واحد الكلام اخر، انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. الا كان الله عز وجل كتب ليها تعرفهم بجوج، هي مشات عن طريق ابتسام، وابتسام كانت من حقها طبيعه الحال بناء على هي شنو حاستي، واحد ما يقدر يتدخل فيها. حنا ناخذ الملف ما هو انساني والرحمه قلتها، ولكن هي بخدات طريق ابتسام صعبت عندها الامور، ولكن نكرات الثانيه، والثانيه كانت اسهل من ابتسام، لانه هاد الثانيه شوف ربي سبحانه وتعالى، كون فتحت هاد البيبان بجوج غادي تقدر تكون توصل لشيماء، ولما لا يقدر يكون تاثير من شيماء مع ابتسام بحكم اختها وتوصلوا للهدف اللي هي الام. يعني النيه ما كانتش هي هذيك، ملي كتكون داير النيه ديالك شي حاجه كتوفق. انا ما كنتش كنعلم نوصل لهاد الامور، انا نهار اللي بديت القصه بديتها على اساس نبحثوا في خيوط، والحمد لله مجموعه من المتدخلين، من حقوقيين، من اعلاميين، من يوتيوبر، كما شفتي القصه ديال فاطمه العسكري الطريقه باش روات وحللت الموضوع من ا تزيد في الخيوط اللي وصلنا لها الان هي مشكوره. انا دوري ماشي هو انني نكتسح الساحه ونتكلم في الموضوع بوحدي، ولكن الهدف الاسمى عندي اني نوصل للهدف، الهدف هو نوصل للام ديالك. النية الصادقة هي جابت لينا هاد الابنة وبهاد النبل وبهاد الاخلاق. انا انبهرت صراحة، غادي نتبع انا وياك ان شاء الله، ولما لا يا ربي تستجب لك ابتسام، وغنوضع رقم الهاتف ديالك وكنتمنى ان تشوف هاد الحوار وتكلم معاك. مشاهدينا الكرام، هذه هي المفاجأة في هاد الفيديو اللي صراحة تحليل ديال شيماء على الموضوع، هي الابنة الثانية ديال فاتحة اللي نكرات شيماء واعترفت ابتسام. اسباب مسببات الواقعه رواتها معنا، ولا زلنا على تتبع كذلك القصه ايمان اللي هي الان نتبع الاجراءات الطبيه اللي تكلموا مع الاطباء عليها انها خصها تخضع لواحد المرحله معينه، وعما قريب غادي نتبعوا الامور باش نشوفوا موضوع النقاش ديال اسفي. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص ايمان ومن معها. ايمان ما بقاتش بوحدها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.